طيب ادينا دلوقتي طلينا على النادي الاهلي ولكن من الخارج، تعالوا بقى ندخل عشان نطمن على يعني كل اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي، فرقه الرياضية المختلفة وأيضا أنشطة اللجان. خلونا في البداية نبدأ بأخبار الفرق الرياضية بالنادي الأهلي وبالتحديد كرة القدم. طبعا النهاردة هيكون في راحة من التدريبات للفريق الأول لكرة القدم، كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني لمدة 72 ساعة أو 3 أيام بعد انتهاء مباراة أسوان. يعني هتكون فرصة كده للاعبين لالتقاط بعض الأنفاس والحقيقة تجنب الشعور بالإرهاق بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية. بكرة هيتم استئناف التدريبات استعدادا للفترة القادمة واستئناف بطولة الدوري الممتاز، وأول مباراة للنادي الأهلي هتكون أمام وادي دجلة يوم 4/8. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا الحديث عن كرة القدم، النادي الأهلي بيعلن عن أكاديميات كرة القدم النسائية. الأكاديميات هتكون بفرع مدينة نصر، هتكون من المرحلة الأولى من عمر 2000 مواليد 2016 حتى مواليد 2009. طبعا خطوة جديدة وكالعادة أكيد هتكون على قد حقيقة اسم النادي الأهلي وبيليق باسم النادي الأهلي. بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه الخطوة. يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا دلوقتي نروح للألعاب الأخرى والبداية من عند التنس. والحقيقة أنه كان ويك أند حافل بالانتصارات لفرق التنس بالنادي الأهلي، يعني سواء في بطولة الجمهورية أو بطولة الدوري. خلونا نبدأ ببطولة الجمهورية، والحقيقة أن لاعبين النادي الأهلي حصلوا على المراكز الأولى في البطولة وأدوا أداء مميز جدا. البطولة كانت بتقام على ملاعب جزيرة الورد بالمنصورة، كانت البطولة من 17 يوليو حتى 27 يوليو، وزي ما قلت شهدنا تألق كبير جدا من لاعبين النادي الأهلي. يعني قدر يحصل اللاعب بلال إبراهيم على المركز الأول فردي وزوجي رجال، اللاعب عبد الرحمن خالد على المركز الأول 16 عام فردي وزوجي ناشئين، وأيضا المركز الثالث زوجي رجال، اللاعب عبد الرحمن ياسر مركز ثاني في منافسات 12 سنة ناشئين، اللاعبة نورهان أمين وكنوز فؤاد على المركز الثاني دوري زوجي سيدات، واللاعبة حبيبة هاني على المركز الثالث فردي سيدات. طبعا بهنئهم، يعني الحقيقة إنجاز جديد بيضاف لإنجازات النادي الأهلي. وأيضا الحقيقة ناشئين 16 سنة قدروا يفوزوا على جزيرة الورد ضمن منافسات بطولة الدوري يوم الماضي بنتيجة 9-0 في مجموع طبعا المباريات المجمعة، وأيضا على فريق هليوبلس بنتيجة 9-0 يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري. على صعيد آخر، ناشئات أيضا التنس تحت 16 عام قدروا يفوزوا على صيد أكتوبر بنتيجة 7-2 في مجموع المباريات المجمعة يوم الخميس، ويوم الجمعة قدروا يفوزوا على صيد قطامية بنتيجة 6-3 في مجموع المباريات المجمعة في الدوري. يعني طبعا بهنئهم الحقيقة ومجهود أكثر من رائع. كمان خلونا نروح للعبة كرة اليد. سيدات ورجال كرة اليد بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، يعني رجال كرة اليد هيكون عندهم تمرين يمكن مطول شوية، هيكون الساعة 2 في صالة الجيم، وبعد كده هيكون في الملعب من الساعة 3:30 حتى 6 مساء. وأيضا سيدات كرة اليد زي ما قلت هيواصلوا تدريباتهم، تمرينهم هيكون الساعة 8 مساء على الصالة. طبعا هم في فترة تركيز كبيرة جدا، يعني بيستعدوا للموسم الجديد، عندهم الحقيقة هدف وحلم واحد هو تحقيق جميع البطولات. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خليني كمان يا كريم أنقل لك أخبار وأنشطة اللجان. يوم الجمعة القادم لجنة الطفل طبعا بإشراف تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية بتعلن عن إقامة متجر الطفل ونسخته الثالثة. طبعا كان أقيم في فرع الشيخ زايد وهنا بفرع بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يوم الجمعة القادم هيكون بفرع مدينة نصر. الإيفنت هيكون من الساعة 5 حتى 8 مساء، وكل الأطفال المشاركين في المتجر هيكونوا متواجدين من الساعة 3 طبعا لتنظيم المتجر. يعني كل الأعضاء اللي حابين يشتركوا يا ريت يتجهوا لإدارة العلاقات العامة بالثلاث فروع ويسجلوا اسمهم. هيكون طبعا يوم مميز جدا، وبالتحديد هيكون عند الفود كورت بفرع مدينة نصر. يعني دي كانت أبرز الأخبار. كمان خلوني قبل ما أختم كلامي أقول لجميع مشاهدين 10 الصبح في الأهلي من أعضاء النادي
النادي الأهلي، الأجواء داخل النادي، يعني يمكن الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي. درجة الحرارة دلوقتي 34، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية لمقر النادي بالجزيرة. يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة ليك يا كريم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، جزيل الشكر على التغطية الأكثر من ممتازة دي.